إذا مشاهدينا تانيا انضمت لنا بمحطتنا التالية، رح نحكي عن كتير من الأمور بخلينا نحكي. أمور إلها علاقة بالأزمات العائلية بعدنا. صباح الخير. صباح النور غادة، كيفي؟ الحمد لله منيحة. كمان رح استغل الظرف وقول له لحسين مبروك. أكيد صار عنا صبية جديدة معنا بعائلة عالم الصباح، وإن شاء الله يا رب بتعيش باسمها وتكون بصحة جيدة هي وأمها أكيد. وبعتقد صحيح أنه ملتزم وعم يعملنا أكلات طيبة، بس خلص صار هلأ بس يخلص أول شيء رح يعمل ورح يمشي. ما نحن دقيقة بدقيقة يعني عم نعد دقيقة ولبست التيات حمامت التيات أكلت يعني أكيد لازم نعرف، لازم هو يعرف نحن نعرف عم بيصير. وبما أنه عائلة شيف حسين عم تكبر، فإذا شيف حسين لازم يعطينا سمعه اليوم ويسمع على أنه إن شاء الله بحياته بيصير في أي أزمة بعائلتكم، بس نعرف انه بكل العائلات الا ما يكون في اوقات لبس فيها زهر. ليش اصفر؟ اي عين عليك، فيها تبلش من اليوم فيها تبلش من هون. وانا ضد الزهر للبنات ولا مدري لا بالفعل نحن عم نكمل موضوع بلشناه الاسبوع الماضي اللي هو انه كيف بنحل او كيف بنعمل وساطه بالازمات العائليه، لانه من اصعب الازمات ويلي تطعج إذا بدك العلاقات العائلية هي الأزمات يلي بتنشأ داخل كنف العائلة. وكنا عم نحكي الأسبوع الماضي إنه مين في ساعد لحلها، في حيلا حدا من هالعائلة مش متأثر مباشر من النزاع، يعني مش لا هو اللي عامل المشكل أو صاير المشكل معه أو ولا ابن أو بنت هيدول الأشخاص، ولا حتى إذا يمكن إخواتهم إذا المشكل حدا شوي أبعد ابن العم، خال، خالي، إلى ما هنالك بيقدروا يكونوا وسطاء بهالنزاع، مع الأخذ بعين الاعتبار إنه حتى إذا أنا بعيدة شوي عن النزاع إذا أنا من العائلة أكيد بدي أتأثر، وإذا أنا عندي تفضيل لواحد من هالاثنين يلي مخانقين أكيد إلي دور أكيد. بس قادرة اقشع الامور بطريقة شوي ابعد لحتى ساعد وماني بعيدة عن العيلة، بعرف خبياها، بعرف تاريخها، بقدر افهم الوجع من هون ومن هون اذا انحكى. وقلنا انه لما نجمع افراد العيلة لنعمل وساطة، قبل ما نجمعها نحن بحاجة نعرف وجهة نظر الكل، لانه الكل بيكون متأثر. يعني صحيح يمكن الخناقة بين اخت وخي او بين خيين او اختين، بس الام بتكون متأذية، الولاد عند اثنين بيكونوا متأذيين او لهم وجهة نظر بالموضوع او فهمانين الموضوع، اكيد اهل اولاد كل حدا بيكونوا اخذين وجهة نظر الحدا، يعني هيدا الشخص واولاد هيدا الشخص اخذين وجهة نظر هيدا الشخص قد ايه متأثرين، هو بحاجة انا افهمهم لحتى اقدر اعمل جلسة الوساطة. بدي اشوف قديش مأثر على كل علاقات العيلة هالمشكل يلي صاير، في يكون امور خاصة كل العيلة مثل الورثة مثل هالامور الكبيرة، وفي اشياء بتكون خاصة مثلا تنقول حدا من العيلة قرر يعمل فنان وقامت القيامة عليه بالعيلة ومش طايقينه، وكل ما بيلتقوا فيه بينكتوا عليه وما عملت شيء بحياتك وإلى ما هنالك، وهيدا الشخص صار عم يبعد عن العيلة عم يتخانق معهم، يعني في يكون عدة أسباب، بس ضروري إنه أعرف قديش مأثرة بكل العيلة. بدي أسألهم كيف شاعرين لما بقعد أنا وياهم عم نعمل الوساطة، بدي حط قوانين للعبة، ممنوع حدا يقطش حدا حتى لو كله بده يسمع، كله بده يحكي وكله بده يسمع، مزبوط، وما فينا نحكي ونسمع بنفس الوقت، فإذا نحن بحاجة نعطي بعضنا هالوقت للإصغاء لحتى لو قالوا فكرة أنا جننتني أن قال كلمة يعني مش مظبوطة أبدا بعتبرها أنا، بدي أنطر لتخلص الفكرة لأقدر أخذ الكلام وأحكي، يعني ground rules إذا بدك قوانين اللعبة. ممنوع رفع الصوت، نتفق أنه قد ما طلع خلقنا ما نرفع صوتنا، وبما أنه الصوت العالي نسبة في ناس بتسمع صوت عالي أكثر من تين من ناس تانيين، نقبل أنه ينقلنا أنا بالنسبة لي هلأ عم بتصرخي ووطي صوتي، اقبل انه نزل طبقة صوتي. واكيد بالنقاش نسمع كل الاراء، نعطي المجال للكل، نفتح البواب للجميع. هلأ هاي جلسة وساطة تنقول فيها بتخلص، ما مش رح تضل لأبد الأبدين، هي جلسة فيها تكون ساعتين فيها تكون ثلاثة، بس بدها تخلص بوقت محدد، ضروري تخلص على حد أدنى من الاتفاق، حد أدنى من الكل يكون فهم وجهة نظر الآخر حتى لو ما اتفق معه، بس على القليلة أنه أكد كل واحد يبدأ رأيه بالموضوع، صح؟ وأنه أنا فهمت رأيي لغادة وغادة فهمت رأيي بالموضوع، مش ضروري نتوافق بس على القليلة نكون فهمنا. هلأ من بعد هالجلسة المصارحة إذا بدك أو الوساطة، ما بيعني أبدا أنه الأزمة انتهت بالعيلة، لأنه
المشاكل العائلية من أصعب المشاكل بنتأثر فيها عاطفيا، لما بنتأثر عاطفيا كتير صعب تروق وتخلص هيك بلحظة، مش مثل مع زميل بالعمل أو حدا على الطريق عملت أنا وياه حادث سير أو حدا تناقشت أنا وياه بالسياسة على فنجان قهوة، لا، العلاقات العائلية بتتأذى أكثر بكتير لأنه العاطفة لها دور كتير كبير بالنزاعات. لهالسبب من بعد الوساطة من الضروري أنه نشتغل على طبابة العلاقات، نطبب العلاقة لأنه العلاقة بتتأذى، لا يعني مش كوني فكانت تنجرح الجرح بالعائلة بده وقت، بدنا نداوي الجرح مثل ما منداوي أي جرح عادي، جرح عاطفي أكبر، وبالتالي بدنا نشتغل على مش بس أنا كوسيط، إذا أنا كنت الوسيط بدي أطلب واسعى مع الجميع او مع اغلبيه الاطراف انه نشتغل على تطبيب العلاقات بالعائله. الحلو فيها انه اذا حطينا النيه انه نطبب العلاقه تزبط، يعني فيها تزبط على مائده الطعام، على هيك لنكون العيد هالمره عند هالعيله هالجزء من العيله، او هيك لنلتقى على ما بعرف انا عيد حدا منا، او فينا نعمل لقاءات، يعني في عندنا مناسبات كثير بالعائله فيها تساعدنا انه نلتقى أكثر نحكي أكثر، عشرت أنه ما نكون خلال لقاءات الاحتفال عم ننكش الوجع. لقاءات الاحتفال ما لنا سبب، يعني هو بيقولوا أنه مشهورة أنه العياد هي مناسبة الخناق بيعطوا العتب صحيح. أوكي. منبلش بنكون كتير مبسوطين، بعد شوي بيطلع حدا بزت كلمة وبيبلش العتب وفينا وبيتحول الحفلة لزعل، بتصير خناقة وبتصير ضروري أنه اللقاءات يلي هدفها انه يلي هي اصلا شئنا ام ابينا بتطبب العلاقات ضروري انه نكون دارسين بشكل انه لو شو ما صار بدي حافظ الهدف براسنا كلنا انه نرجع نرمم هالعلاقه يلي تاذت، بدي يكون هدف الكل. بدنا نتفق بجلسه الوساطه اذا مثلا كل العائله عم بتنكت على تنقول حدا لانه اختار يعمل مهنه مش حابينها، عم بعطي مثل، نتفق كلنا بنهايه الوساطه انه بدنا نخفف او بدنا نوقف، او اذا لقطنا حالنا عم نحكي بالموضوع لان اوقات ما بنركز من معودين على النكته بنكون بالعائله، لا هي النكته عم تاذي، واذا قلنا هيدا الشخص بليز عم تاذيني بالحكي نفهم انه عم ناذيه ما نكمل، انه انا حر بخياراتي الى ما هنالك. اذا مثلا الخناقه على ورثه اجمالا بيكون في حدا حاسس بمظلوميه معينه انه كيف انعطى لحدا اكثر من حدا وانا بدي هامها، اجمالا لازم ننتبه مين سبب المظلوميه. عند اغلب العائلات بتكون المظلوميه سببها الاهل مفكرين، مش انه يعني مثلا بي عمل هيك 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 كان يفرق كان يحبك اكثر مني او الى ما هنالك، فاذا انا ما بدي ارجع احط عليك يلي بي عمله، انت ما ذنبك انت مباشره، اذا انا مصره انه بي ظلم ما ذنبك انت خي او ما ذنبك انت اختي انه يتخانق، انه حملك هالحمل، يعني مش انت اللي تصرفت هيدا التصرف، يمكن استفدت منه، انا هدفي انه انا وياك اليوم تلاحظي انه انا انظلمت او انا انه شاعر بمظلومية، انه انا شاعر انك انت او انك انت عوملت بطريقة افضل مني، بس انتبه على هالموضوع، حس معي لما انا فرقت القصة، فرقت المقاربة، مش انا بدي ردلك صاع صاعين لانه انت بالنسبة لإلي عملتي أفضل مني. بدنا نوضح هالأمور، هيدي كلها بس نوضحها بتبلش ترمم العلاقة أو العلاقة العائلية، خاصة إذا المشكلة كانت كبيرة بدها وقت بدي أعطيها وقتها، ما في مفتاح سحري وما في كبسة زر أبدا، وما بدي أقطع الأمل مع حدا. كل ما كان في ناس فايتين أكتر بالموضوع كل ما كانت صحيح أصعب. كل ما انتشرت القصة بأطراف العائلة الأوسع كل ما صار أكتر أصعب أنه نحلها ونلملمها ونصححها، لأنه العلاقات العائلية فيها الصح. للأسف ببعض العائلات تسمع أنه ضلوا 20 سنة ما يحكوا مع بعضهم، رجعوا حكيوا مع بعضهم، ليه لنضيع 20 سنة؟ ليه لنضيع 20 سنة قبل ما نغمر بعضنا ونقول يقطع الساعة ما كان بدها هالقد؟ فينا نشتغلها، حلو نشتغلها، لأنه آخرتها العائلة هي اللي بتبقى، إنه قد ما يكون عندك أصحاب العائلة هي الجذع، هي الشروش، هي الأساس، ففينا نقرر إنه نشتغل على ترميمها. الشغلة الثانية اللي لازم نشتغل عليها هي السماح. السماح أوقات كتير هين يجي بالعائلة بس أوقات شبه مستحيل، أوقات الجرح بيكون هالقد غني بيصير إنه مش قاشعين انه ممكن نسامح ولا ممكن انه نسامح. المهم انه ما نروح على الالزام بالسماح، ما حدا بيقدر يجبر التاني يسامح، بس نشتغل عليها، نشتغل انه يوما ما يمكن ابرد، يمكن مشاعري تروق، يمكن عواطفي اللي هلا كتير قاسيه تهدى، يمكن يوما ما اقبل السماح، انا اليوم مش قبلنته بالمره، بس نشتغل عليها، نشوف الامور الايجابيه اذا صارت من الشخص اللي احنا مش طايقينه
ونعطيه كريدت عليها، نقول انه مثلا عمل شيء ايجابي عامل منيح نقشعهم، مش نقرر انه لو مهما عمل هيدا الانسان انا ولا بوردة. وهالشخص يلي عمل وساطة او الاشخاص يلي ابعد شوي بالعيلة اللي قادرين يقشعوا افضل يساهموا بهالعمل، ما يغزوا الكره، ما يغزوا الحقد، ما يغزوا، يعني قد ما بنشتغل على تغذية هالامور البشعة قد ما بنصحح العلاقات وبنوصل على السماح اسرع. اخرتها بنرجع بنقول نفس اللي بنقوله، رح نلتقى بعزة بعيله، رح نلتقى بدفن، رح نلتقى بفرح بالعيله، الا ما نلتقى، انه صعبه ما نلتقى الا اذا انا قررت انه قاطع كل العيله كل شيء فيها واحمل حالي وفل. وبالتالي بدل ما كل ما نلتقى انا يتحرك فيه شيء بشع واوجع والى ما هنالك، فيه اشتغل، مش انه اجبر حالي، لانه ما حدا بينجبر يسامح، السماح بيجي طبيعيا، بيجي بيستوي فينا. ونتذكر دايما شغله انه السماح هو سلطه بايدي وبتريحني الي انا، ما خص التاني فيها، في ما يتاثر اذا سامحته او لا، بس انا بتاثر ايجابيا، السميه اللي جواتي بيروق اذا انا سامحت اكثر. واخر شيء لازم نعمله غاده بترميم العلاقات العائليه من بعد ما نكون اشتغلنا على المصالحه اذا في مجال، نحط براسنا شغله مهمه بس نحطها بشكل بمحلها، لا ننفخها اكثر ولا نصغرها اكثر، يلي هي ما نحط توقعات كثير عاليه وكثير ايجابيه ولا نحط توقعات كثير سلبيه وقاطعة الامل، بس انه نكون واقعيين. يعني اذا بتمنى، اذا بشتغل بقول بتمنى المصالحه، بتمنى السماح، شغلي حطتني على الطريق الصح. اشتغل صوبة كتير منيح، اصر انه لو مهما صار بدك تسامحي يا غادة، بدك تسامحي يا غادة، لا لا، غير ما شو بيقولوا، غير ما تستوي بدي يكون بعدين عنا اوقات بالقوة 100%. واوقات غادة عنا بالعائلات شخصيات بتبقى ميلو دراماتيكية، كل عائلة عندها شخصية ميلو دراماتيكية او اشخاص عنيدة جدا. يعني انا بعرف في ناس بيكون قلبهم ولا اطيب بس عنيدهم ما بيخليهم يقولوا مرحبا للشخص من العائلة بقى، لا بس لأنه عناد، بيكونوا بيسألوا عنه إذا كل شيء منيح، إذا صحته منيحة، إذا مدري شو، بس إذا التقوا فيه ما بدهم يقولوا له مرحبا. يعني هيدي الشخصيات العنيدة، هيدي الشخصيات يلي راسها كبير منقول باللبناني، يلي ما بدها تكسر من حالها، لا هو بده يجي يقول المرحبا قبل تنقول مثلا، أو هو بده يطلب السماح لأنا أقبل مدري شو، لا بدنا. هلا في منهم هالشخصيات انا ما بقدر سيطر عليها، هي الشخصيه مش حقي سيطر عليها، وما حدا بيسيطر على شخصيه الثاني. انا شغلتي اسعى معها، خلي طلع فيها المنيح، ذكرها بالمنيح قد ما فيه، بس كمان توقعاتي بدها تكون واقعيه، لانه في بعض الاشخاص ايه فيهم يموتوا ويروحوا ومقررين ما يقولوا المرحبا، موجودين، بس كتير مهم انه ما اقول مما قال انا ما رح سامح حطه بهالخانه. لا مش كل الناس، في ناس اليوم ما بتسامح بعد 5 سنين بتسامح، بعد 10 سنين بيمشي الحال، بعد شهر بيمشي الحال، مش كلنا ذات الشيء. بقى ما بدي اقول خلص راحت علينا هيدا الانسان اكس عليه، لا ما بدي اكس على شخص من عائلتي، ما بدي اكس على الامل انه تترمم الامور، بس بدي ضل ذاكره انه من اصعب النزاعات يلي ومن اكثرها تعقيدا هي النزاعات العائليه، بس كمان من احلاها لانه بتقدر ترمم العلاقه وتوصل لبرقمين احلى واقوى وتشد العلاقات العائليه اكثر اذا بنشتغلها وبنسعيلها. ضروري نشتغلها. ميرسي لك ثانيه، خليكم معنا مشاهدينا كمان مره، اكيد بريك ونرجع نتابع.